أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الحضور، وأنتم تشاركون في هذه المناسبة التي تبنتها لجنة إحياء المناسبات الدينية في النجف الأشرف، والتي أخذت على عاتقها أن تؤدي واجبها اتجاه النجف، والتي كانت وما زالت وستبقى منارة تشع منها الإيمان والثقافة والنور. وقد تأسست هذه اللجنة قبل 3 سنوات، وأعلنت عن نفسها في هذه المناسبة، وستستمر إن شاء الله معطاء غنية إن شاء الله بأهلها وبثقافتها، والتي يجب أن ينهل منها كل العالم. أرحب بكم أيها السادة الحضور جميعاً، علماء، شيوخ، عشائر، إعلاميين، سياسيين، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً على الرحب والسعة، وسنتواصل معكم إن شاء الله في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى في رحاب مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي ينبغي دائما أن تكون معطاء للجميع، لجميع العالم الإسلامي والإنساني إن شاء الله. شكرا لكم، جزاكم الله خير، وأهلا وسهلا بكم جميعا. شكرا للشيخ عقيل الموصلي. هم أحياء بأرواحهم بيننا، لكنهم فارقونا بأجسادهم، كنوارس سلام يطوفون بيننا، ينشرون الحب والود والوصال. إنهم الذين كان لهم قول عندما أريد للعراق أن يكون بعيدا عن مصاف الدول المتقدمة، أريد لهذا الشعب ونكاية بالمذهب وثمنا لحبنا وولائنا لآل البيت، ونكاية بالجنوب ومقدساته وبمعتقداتنا وبمهدينا، أريد له أن يكون مرتعاً للشرك ومشروع للموت. لكن كان عندما بلغت القلوب الحناجر وكاد العدو أن يصل المحاجر، عندما كان اليهود، عندما كل المكائد تسود، قيل للبطولة أن تكون في العراق وبدم الحسين كوني في تلاقي، وعندما صرح مكنون الشنآن وبالضحايا النخران يجريان، نزلت معجزة المنان، انبجست من يد السستان ظهيرها وأيدها الخامنائي، فخط بالنجف شرف الإنسان، وأعلن التوجه للعراق من طهران. قد قامت الحرب ساعة الإعلان، فاحترب النور بالظلام، والحقيقة بالأحلام، والشمس بالغمام، والشيطان بالإمام. ثم جاء من النجف نداء ردده تعظيما الكرمان، فلبس القلب على الدرع الجنرال سليماني، فجاء صوت الإمامة وردد منبر الطف كن، فكان الحشد ذلك الإعجاز الرباني. ننتقل وإياكم إلى باحة الشعراء، المنصة الآن إلى الشاعر الكبير مرتضى السعدي، يتفضل إلى المنصة مشفوعا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرفع آيات العزاء والمواساة إلى بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان، وإلى نائبه بالحق قائد الثورة الإسلامية في العالم، ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي، وإلى صاحب فتوى الجهاد العظيمة سماحة السيد السيستاني حفظهم الله جميعاً. تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. يا قاسماً أمجاد سلمان بكم،
عادت وأسقيتم ذراها العلقم. هذا جمال صال في ذؤبانهم حتى استوى بالنصر دين الأكرم. في كفك المعطاء شلت كفهم، أسقيتهم بأس السقيل الهاشمي. تبنى حضارات على أمجادها، والمجد فيكم قد بناها بالدم. صلصاله الإيمان والإيثار، والأخلاق فيه تزدهي كالمنجم. أشركتموه طيبكم حتى غدا، البنيان طهرا طاهرا كالزمزم. أشلاؤكم قد عانقت حر الثرى، أبكت بنا حتى الكفيف الأبكم. قد شيعوا القامات قامات علا، شقت جيوبا شامخات الأنجم. والشهب دمع الكون نار أهملت، فالفقد جل قد تهاوى معلمي. والآية العظمى علي أمهم خلف الجثامين التي لم تهزمي. والدمع لا ندري أيطفي لوعة أم يشعل الثورات وسط العالم. قد شيعوا القامات قامات علا، شقت جيوبا شامخات الأنجم. والشهب دمع الكون نار أهملت، فالفقد جل قد تهاوى معلمي. والآية العظمى علي أمهم خلف الجثامين التي لم تهزمي. والدمع لا ندري أيطفي لوعة أم يشعل الثورات وسط العالم. يا أمتي فلتفقهي ثم افقهي، دون الجهاد الحق لا لن تسلمي. تلك الدماء الحمر تدني صبحنا، ترمي خيوط النور وسط الأظلم. يا ضيفنا عذرا فقد غدروا بكم، غرسات إبليس بليل دلهم. في وسط بغداد على أعتابكم، سلت رماح الغدر في فجر ضمي. نالت كراما ما بهم من خلة، حتى ارتوى جوف ابن هند من دمي. قد صفقوا أشياع أمريكا وقد في وسط بغداد على أعتابكم، سلت رماح الغدر في فجر ضمي. نالت كراما ما بهم من خلة، حتى ارتوى جوف ابن هند من دمي. قالوا ذيولا قلت سترا، أم غدت أدباركم كالعاص كشفا تحتمي. الله يحفظكم. نالت كراما ما بهم من خلة، حتى ارتوى جوف ابن هند من دمي. قد صفقوا أشياع أمريكا وقد بانت علامات لحمل المحرم. قالوا ذيولا قلت سترا، أم غدت أدباركم كالعاص كشفا تحتمي. قبحتموا من ثلة ملعونة قد نكست هاماتها وسط الطمي. ماذا دهاكم يا بقايا آفة، تسرون في الظلماء خلف المبهم. ذلاً وذلاً ثم ذلاً دائماً، فالذل لا يهوى سوى المستسلم. وقراءة أخرى إن سمحتم. الدمع يجرو ويبرد نار الفراق، الدمع يجرو ويبرد نار الفراق. بقانون الدمع ما تحكي جمرة، ما يقبال نار المنطق يقول تطفى وتستريح ويعلو صبره. فقط دمع الولي اللي ينزل عليك يشعل بالضماير نار كبره. انكسر قلب الإمام القائد اليوم،
الماني ترجى العاف مهره وابو مهدي المهندس عزب الجار اشلاء تطشرت حين فجره. سلاما عالجثث ينصار الحسين بذلتوها بثبات وعزة والهام بقايا شلاءكم صارت قناديل تضوب كل طريق وتمحي الأوهام نطينا شباح حمزة وياسر وجون حفظنا بدمهم الحر صدر الإسلام يلفوها بعلم عندنا التوابيت اش نلف عليها من نشيع أعلام مشينا على المطار ندور جفوف تعثرنا بجثث ما بين الخيام وتذكرنا الطفوف ووحشة الليل وعلت بينا النواعي لذيك الأسلام عظيمات الخدر لطمن على الروس نواعيهن يفهمن كل الأقوام وشكب قلة عدد مرجع ملايين وصفهم قادة وهو القائد العام وشكب قلة عدد مرجع ملايين وصفهم قادة وهو القائد العام وولي الدم يصلع للجثامين صلاته بكل خشوع وشامخ الهام رسم من هالمواقف والمسافات جلاء الاحتلال وطرد الأقزام كل مؤمن عرف تكليفه هاليوم كل مؤمن عرف تكليفه هاليوم يعادلها القنابل وقع الأقلام تراها أكبر أمان الكلمة يا ناس حرب جداً ضروس وتحرف أقوام فضائيات حتى تحرف الدين وترسبه بموقف الإرهاب والسام ويسلخون المبادئ والشعارات ويصدروا لك ثقافة لعق الأقدام جلاء المحتل بكل الميادين صواريخ ومجالس كلمة وإعلام اتبعوا البوصلة ولدهمكم الريح طريق الحق وضح والمسلك الزام وترى امريكا عجل واللي عبديتيه ويظل كل العمر عايش بالأحلام ويظل كل العمر عايش بالأحلام. شكرا لأشاعر مرتضى السعدي. هو يوم فرحت به آل زياد وآل مروان هذا اليوم فضح الداعياء الوطنية والدين أبا مهدي وأخيه كانوا نقطة مضيئة في تأريخ العراق أجمع لقد انتزعوا العراق من أفواه الكلاب واستردوه ليحيا أبناءه بعزة وكرامة رغم نكران مدعي الوطنية والبغايا من أمثالهم والملوثين بالخيانة والخذلان للعراق وشهدائه الأبرار قل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا وإليها من مجاورة اللئام مفر حسينيون موتهم حياة وعيش الخانعين هو الممات ترجل الأبطال عن سرج الجهاد إلى عز الشهادة من معاشرة اللئام إلى رحاب محمد وآل محمد المنصة الآن إلى فرقة أبرار للإنشاد يتفضلون مشفوعين بذكر الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات قسماً بدمائك يا قاسم سنزلزل أركان الظالم قسماً بدمائك يا قاسم سنزلزل أركان الظالم عنا اللي دماغ أبا مهدي سنزيل المحتل الغاشم عنا اللي دماغ أبا مهدي سنزيل المحتل الغاشم عشاق سليمان نفديه بالدم الخاني سنظل صوت الميدان لا نخشى لوما من لائم إنا
عشاق سليماني نفديه بالدم القاني سنظل أسود الميدان لا نخشى لوما إلا كل الأحرار أمامني دوما باقون على العهدي كل الأحرار أمامني دوما باقون على العهدي عهدا سنمهد للمهدي مولانا المنتظر القائد عهدا سنمهد للمهدي مولانا المنتظر القائم بشباب المقاومة نفخر كل بالنصر لقد بشر ببصيرتهم والوا حيدر ونداءهم قاوم قاوم بشباب المقاومة نفخر كل بالنصر لقد بشر ببصيرتهم والوا حيدر ونداءهم قاوم قاوم حييه سليمان القائد وأبا مهدي البطل الرائد حييت سليمان القائد وأبا مهدي البطل الرائد باق هذا الجيل الواعد يشتاق إلى الثغر الباسل باق هذا الجيل الواعد يشتاق إلى الثغر الباسل قسما بدمائك يا قاسم سنزلزل أركان الظالم قسما بدمائك يا قاسم سنزلزل أركان الظالم عهدا لدماك أبا مهدي سنزيل المحتل الغاشم عهدا لدماك أبا مهدي سنزيل المحتل الغاشم لحم صلى على محمد وآل محمد. أن يقتلك العدو ليس غريباً فالحرب سجال، ولكن أن يتشمت بك من صنت عرضه فيا له من نذل وجبان. من تهتز وطنيته على جبن كال وزبادي ولا يهتز شرفه ولا يتكلم ولو بحرف واحد على القصف الأمريكي المستمر لمقار الحاشد حتماً هو غديم مروءة وبلا غيرة. لا أمريكا ولا غير أمريكا تستطيع إنهاء وجودنا، إنهم أوغن من بيت العنكبوت. ورد في القرآن الكريم فعقروها بالجمع، عقرها واحد ورضي البقية، فنسب الله الجريمة لهم جميعا وأهلكهم جميعا. هذا يعني إن الله يحذر كل منا إياك أن توافق أهل الباطل على باطلهم، وإن لم تستطع قول الحق فلا تقل الباطل أو تصفق له، وحتى في طريق الحق لا يتساوى الجميع، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لا ينسى صاحب الزمان أولئك الشباب الذين عبدوا طريق دولته بدمائهم، حتما سيكون لهم شأن عند ظهوره الشريف. قف في مكانك بين القبل والبعد واسأل مطارك عن معزوفة الفقد، وقل له يا مطار الله لي وطن على جناحيك ينوي جنة الخلد، واقطع إلى شيبة التأريخ تذكرة لا تدفع المال إن المال لا يجدي، ادفع لهم نخلة فيحاء تذكرة واحذر سيخطل منها دمعها الزهدي، دع المطار وقل لي الآن كيف بنا يا ساطع الشيب مثلا أبا مهدي. الكلمة كلمة العشائر عفوا يلقيها على مسامعنا الشيخ ماجد البياتي، يتفضل إلى المنصة مشفوعا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم. يتجمع اليوم وفد كبير من شيوخ عشائر الفرات الأوسط وشيوخ تحالف ثورة العشرين الثانية ليقدموا التعازي إلى المؤمنين باستشهاد
الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني. على هذه المناسبة ماذا أقول؟ لا أجد كلمة أصف بها الجريمة البشعة التي ارتكبها العدوان الأمريكي بحق هؤلاء الشهداء الذي بذلوا نفسهم من أجل البلد ومن أجل الدين والمذهب. ماذا أن أقول عن هؤلاء الشهداء الذي وصفتهم المرجعية بقادة النصر؟ أنهم قادة النصر كانوا يقابلون ضد قادة الكفر، هذه الزمرة التي عاثت في الأرض فساداً ورادت أن تقضي على الحرث والنسل. ماذا أقول عن هؤلاء الشهداء الذين وصفهم القرآن بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون؟ أنهم المجاهدين الذين ضحوا بنفسهم من أجل العقيدة، أنهم دافعوا بكل شرف وبكل إيمان عن هذا البلد ليحيوا شعائر المذهب. ماذا أقول عنهم وهم أحياء عند ربهم يرزقون؟ وعذرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور المبارك، وصلنا وإياكم إلى مسك ختام هذا المهرجان التأبيني على أرواح قادة النصر ورفاقهما، والتي أقامت هذا المهرجان الذي أقام هذا المهرجان هي اللجنة المركزية لإحياء المناسبات في النجف الأشرف، حيث كنا وإياكم مع المهرجان السنوي للذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس والشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقهما. السادة الأجلاء، شرفتم بحضوركم مشايخنا الأعزاء الكرام، أهلا وسهلا بكم، شرفتم الحضور المبارك جميعا بحفظ المسميات والألقاب. نلتقي وإياكم في مناسبات أخرى، إلى هنالك تقبلوا تحيات منظمي هذا المهرجان ودمتم في أمان الله ورعايته. وما غابوا هم الصبح الذي يشرق في السور، ماتوا وما ماتوا فما زالت بهم تمتلئ الروح، روحهم في روحنا تشرق بالمهدي من سليمان ومن نور أبي مهدي. لهم فاتحة النصر وللتحرير آيات، فأحياء هم عزا وأهل الذل أموات. على الميدان كانوا سورة النصر، تواريخ لهم أزكى من العطر، بهم تفتخر الأحرار والجبهة. على الميدان كانوا سورة النصر، تواريخ لهم أزكى من العطر، بهم تفتخر الأحرار والجبهات. يا شهيد عمت مجدا، خذ من الأحرار عهدا، ثأركم طريقه النصر، تلبياته الله، منجزاته الفداء. ما زلت حيا في الكفاح المقاوم، قادم النصر والتحرير والفتح قادم، قاوم يا صانعا بالله كل الملاحم، قادم نصر السماء قد فات وقت الهزائم، قد غرست العزم فينا، كنت للمجد جبينا أيها الخضيب بالعز. في الواقع نستذكر هذه الأيام الذكرى التي لم ننساها، ألا وهي ذكرى استشهاد قادة النصر، هؤلاء العظماء الذين بذلوا كل ما بوسعهم
لسنوات عديدة، سنوات شبابهم وسنوات أعمارهم بذلوها في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن حياض الإسلام في كل مكان. لذلك نحن نعتقد أن الأمم تحيا بعظمائها، ونحن أمتنا تحيا بعظمائها الشهداء، فالأمة تحيا بدماء شهدائها، وهذا ما نهلناه من ثورة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أن الشهداء دائما هم حياة الأمة. لذلك حينما نريد أن نؤبن لابد لنا أن نؤبن بافتخار أن حياة أمتنا بدماء شهدائها الذين بذلوا كل ما بوسعهم من أجل أن تحيا هذه الأمة وتحافظ على مبدئها وعلى عقيدتها وعلى دينها. فسلام على الشهداء وطوبى لهم، سلام عليهم يوم ولدوا، وسلام عليهم يوم استشهدوا، وسلام عليهم يوم يبعثون أحياء. هؤلاء الشيبات المباركة، الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه والحاج أبا مهدي المهندس رضوان الله عليه، هم القادة الذين بذلوا هذه الدماء لكي تحيا هذه الأمة، وكانوا خير قدوة لكل من أراد الإنسانية والحفاظ على المذهب والدين والعقيدة. في يوم الشهادة ويوم البطولة نعزي أنفسنا أولا، ونعزي الأمة الإسلامية والأمة الإنسانية باستشهاد قادة النصر وأبطال الجهاد، القائد سليماني والقائد أبو مهدي المهندس، قادة النصر على داعش، عملاء أمريكا وعملاء الصهيونية في المنطقة. ونقول بأننا سنكون إن شاء الله على امتداد هذا الخط الجهادي العظيم، نرفض أي تطبيع، نرفض أي تمكين لقوات أمريكية في المنطقة، ونرفض أي أن يكون هناك أي تدخل أجنبي في منطقتنا وخاصة في العراق. نعزي العالم الإسلامي ونعزي أنفسنا، ونقول إن شاء الله أنهم في جنان الخلد ونحن تابعون إن شاء الله. السلام على قادة النصر الشهداء الأحياء الذين حرروا البلاد والعباد والمراقد من الحثالة الظالمة الكافرة التي إن مكنها المحتلون سوف تأثوا في الأرض فسادا. لكنه الكلمة الكبيرة التي أطلقها سماحة المرجع الكبير السيد علي السيستاني الله يحفظه ويطيل في عمره، هبت جموع من الشعب العراقي بالملايين، وكان بقيادتهم الشهيد السعيد أبو مهدي المهندس والشهيد السعيد قاسم سليماني رحمة الله على أرواحهم الطاهرة، الذين ضحوا في سبيل هذا البلد وفي سبيل المراقد المقدسة في العراق وفي سبيل الشعب العراقي. لهم منا كل السلام والتحية ورحمة الله على أرواحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر رحمهم الله الحاج أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، يقيم مكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف الأشرف احتفالا تأبينيا كبيرا بهذه المناسبة. ومثل ما ترون هذه الجماهير التي جاءت إنما تجدد العهد مع القادة الشهداء بالسير على طريقهم وخط منهجهم الذي اختطوه للمقاومة وللحشد بصورة عامة، وهذا عهد قطعناه على دماء الشهداء بأن ثمن دماءهم سيكون إخراج المحتل لأمريكا الغادر من أرض العراق، ولن تطفي جذوة المقاومة عند أبناء الشعب العراقي، فشعب يقدم هذه القرابين وهذه الشهداء لا يمكن، هذه الشهداء لا يمكن أن يهزم. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى السنة الثالثة لشهادة الشهداء قادة معارك الانتصار كما وصفتهم المرجعية في النجف الأشرف آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله. أراد الأعداء أن يطفئوا هذا النور بقيادة الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل، وغدروا الشهيد القائد أبو مهدي المهندس والشهيد القائد قاسم سليماني في سحر ليلة الجمعة في سبيل أن يطفئوا وهج الثورة والقيادة والانتصار الذي تحقق على أيادي هؤلاء القادة رضوان الله تعالى عليهم. لكن شاءت الأقدار أن يتحولوا هؤلاء إلى رموز وطنية، رموز جهادية، رموز للشهادة. وتصور الأعداء بقتل هؤلاء الشهداء يضعف محور المقاومة وتضعف إرادة المؤمنين.
ولكن هيهات، بل نحن أهل الشهادة والقتل لنا كرامة زين، وشرفنا من الله الشهادة. رسالة إلى الاستكبار العالمي، مهما صنعتم وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، مهما صنعتم ومهما فعلتم ومهما تجبرتم ومهما قتلتم، هذه الأمة أمة فيها الحياة والبقاء والاستمرار. كما جئتم بداعش وتحول الشعب العراقي بفتوى المرجعية إلى قوة لا نظير لها، بشهادة هؤلاء الشهداء ستتحول الأمة إلى أمة قوية قادرة على تحمل المسؤولية وطرد الأمريكان من العراق والمنطقة إن شاء الله. فلدماء الشهداء في يومنا هذا أيها الجمع الكريم لها الأثر البالغ والكبير في إحياء نفوسنا وتثبيت العزيمة وإظهار الأولويات على صعيد الوطن والمبدأ والقيم والأخلاق. إن شهداءنا الذين سقطوا في معارك الشرف أمام الظلام لهم بفضل الله سبحانه وتعالى الفضل والمنة على هذا الوطن. لولا الفتوى المباركة التي نطقت بها المرجعية ولولا الدماء التي سالت ولا تزال تسيل وبقيادة قادة النصر، لما كان في هذا الوطن اليوم لا خارطة جغرافية ولا خارطة ديموغرافية ولا خارطة سياسية ولا حتى خارطة عشائرية. الدماء الطاهرة التي سارت على نهج كربلاء جعلت لهذا الوطن كرامة مستمرة وباقية بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن حينما نحيي ذكرى استشهاد قادة النصر فإننا نحيي لأنفسنا انتصار العراق وعزته وكرامته وحفظ أرضه وعرضه واستمرار إحياء هذه الذكرى في نفوسنا مجتمعات وأجيال. إنما هو واجب أخلاقي وطني انتمائي لما فيه من أثر لأن يكون في المستقبل من يقف ويضحي بالغالي والنفيس ارتباطاً انتماءاً بتلك الدماء الطاهرة. نحن عبر التاريخ الدماء التي سالت في المعارك الحق قليلة من بعد واقعة الطف المباركة، من ضمنها ثورة العشرين وكانت لها قيادتها وآثارها إلى يومنا هذا، لما وقف من وقفة كبيرة ومهمة من علمائنا الأبرار وعشائرنا الكريمة، والتي تجددت بأن وقفت مع المرجعية جميع هذه القوى بفضل الله سبحانه وتعالى بأن تثبت لهذا الوطن حقه وكرامته. نحن نقول أن هذه المعارك هي معارك أساس مرتبطة بالدين والعقيدة والهوية، ومن المعارك التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وقد نالوا درجة الجهاد ونالوا درجة الشهادة. ختاماً أيها الجمع الكريم، نسأل الباري عز وجل أن يرحم شهداءنا ويوفقنا وإياكم لحفظ تلك الدماء والتضحيات التي ضحي بها ولا زال إلى يومنا هذا بوجود شبابنا على سواتر العز والكرامة، وما ضحت به عوائلهم الكريمة من عطاء وفقدان وتضحية وجرحانا وصولاً إلى قادة النصر رضوان الله تعالى على أرواحهم الطاهرة ومن معهم. ونسأله تعالى أن يحفظ هذا الوطن بعزة وكرامة على سيرة أهل البيت، حيث أنه فيه عاصمة أول إمام من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وستكون فيه عاصمة آخر إمام من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وما بينهما إما ما ينفع الناس إما زبل. وهنيئاً لمن ثبت ووقف الموقف المناسب الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى سائراً على خطى شهدائنا وعلمائنا وأطفالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السادة الحضور جميعاً مع حفظ الألقابي والمقامات كل بحسب مقامه، عوائل شهداء الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقعاً الحديث عن الشهيدين الهمامين الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس في هذه الدقائق القليلة حديث لا يفي ولا يؤدي حق هؤلاء الشهداء الذين واقعاً بدمائهم تحررت الأراضي العراقية وكذلك حفظ البلد في هذا من شر داعش الإرهاب. اليوم واقعاً نقف ونجدد ونؤبن الشهداء في ذكراهم السنوية الثالثة بعد أن استشهدوا على يد الغدر في ضربة شعواء استهدف فيها العدوان الأمريكي هؤلاء القادة الذين واقعاً عندما عجزوا عن مواجهتهم في ساحات الميدان استهدفوهم في هذه الجريمة البشعة، فاستهدافهم كان فيه غاية ومقصود. بعد أن أفشل هؤلاء الشهداء القادة الأبطال ورفاقهم المشروع الأمريكي الذي أرادوا أن يجعلوا من العراق خيمة يسيطرون عليها وأن يجعلوا من هذا البلد تحت سيطرة الأمريكان، اليوم نجدد العهد والسير حول خطى المرجعية الدينية ونجدد العهد للقادة والشهداء الذين واقعاً ضحوا بدمائهم من أجل أن ترفع راية العراق سامية خفاقة. ونلاحظ في هذا العام يعني واقعاً نرى اختلافاً جذرياً عن الأعوام السابقة في إحياء ذكرى الشهداء. رأينا جميع المحافظات العراقية تحتفي بذكرى الشهداء ليس فقط مركز المحافظة وإنما كل أقضية ونواحي المحافظة تحتفي بذكرى الشهداء، ورأينا المواكب الحسينية ورأينا الخدمة المقدمة للزائرين عند روضة الشهداء. لذلك نجدد العهد في هذه الذكرى السنوية الثالثة للشهيدين ونقول لهم إن الطريق الذي رسمتموه لنا هو طريق الحرية وطريق الحسين وطريق الشهادة، وإن شاء الله أخوتكم سوف يسيرون على الطريق والنهج الذي رسمتموه. أنا أتقدم بالشكر والامتنان لكل من شاركنا من طلبة الحوزة العلمية، من الأكاديميين، من السادة المسؤولين، شيوخ العشائر الكريمة، عوائل الشهداء على مجيئهم وحضورهم لإحياء ذكرى هذا الشهداء القادة، فكل الشكر والتقدير والامتنان للجميع. نسأل من الله العلي القدير أن يعم الأمن والأمان في ربوع بلدنا العزيز، وإن شاء الله سوف نستمر وتستمر هذه المسيرة ونعاهد الشهداء القادة بأن دماؤهم لن تذهب سدى وأن طريق الحق وطريق الحرية إن شاء الله سوف يبتسم ببركة هذه الجمعة المليونية المعزية إن شاء الله. أقدم شكري وتقديري للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.